السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب إدري. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على موقع مهم جدا جدا، ممكن من خلاله إن أنا أقدر أعمل تصميمات لجميع الملابس، أي نوع من أنواع الملابس أقدر أعملها تصميم بشكل بسيط جدا 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 باستخدام الذكاء الاصطناعي. يلا بينا نشوف الموقع بتاعنا. هندخل على جوجل هنا كده وهنكتب بالظبط كده، لازم نكتب كده. عندي اسم الموقع هو تايلور نوفا دوت كوم، تايلور نوفا دوت كوم، تمام؟ لان لو عملت هنا دبل 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 مش هيجي معانا الموقع، هيديني فيه ايرور في الموقع، وبالتالي لازم نكتب اهوت الموقع بتاعنا. هنضغط انتر، تايلور نوفا دوت كوم، وهسيب الموقع لحضراتكم في الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو. هيبدأ يحمل معانا هنا كده اهوت. هنا طبعا ايا كان النوع اللي انت عاوزه، التصميمات اللي انت عاوزها، ادي هنا ايه هو مختص بالتصميمات، وممكن احنا نعمل له ترانسليت اهوت، رايت كليك وترانسليت، لان هو ما بيدعمش الايه الترجمه. انا هنا خدت ترجمه جوجل تيلي نوفا اهوت، تيلي نوفا برنامج تصميم ملابس. هنا هو بنبدا ان احنا عادي ان احنا نعمل تسجيل للدخول. تبدا هنا طبعا بيقول لك صمم الان، تبدأ تضغط هنا كده وتختار اللي انت عاوز هنا الايه التصميمات والحاجات اللي انت عاوزها. هنا طبعا لما انا جيت اسجل اهوت، بيقول لي اول حاجه دخلت الايميل بتاعي والباسورد بتاعي دخلته مرتين. هنا بيقول لي ايه مش باقي خير ان انت تدخل تعمل تفعيل من الايه البريد الالكتروني اللي انت دخلته وغلق عشان تبدا تستخدم الموقع. هنا لما تيجي اتفعل الرساله هيجي يقول لك هنا بعض البيانات، اسمك الاول، اسمك الاخير، التليفون، من ده بحيث ايه البيزنس اللي انت بتشتغل عليه، ابدأ ان انت تقدر عشان ايه تخلص الاعدادات. وهنا اوتوماتيك قال لي شوف بقى انت عاوز تصمم ايه الحاجه اللي انت عاوز تصممها، تبدأ تختار بقى ايه الحاجه اللي انت عاوز تصممها، دريس ولا توب ولا ايه مش عارف ايه. طب شوف اللي انت عاوز تصمم، يعني تبدأ التصميم. طبعا هنا التصميم 3D كمان ثلاثي الابعاد، تمام كده. انا ممكن يبقى بيعرض لك فيديو كمان لو انت عاوز تشتغل على فيديو، يعني يشوفك تصاميم. وهنا ادي ايه الناس المهتمه بالتصميم، وبعد ما هتخلص التصميم بتاعك حتى كده داونلود اهوت، تبدا ان انت تعمل ايه داونلود. هنا ايه ادي الادوات اللي انت هتستخدمها، وابدا بقى شوف الالوان، وابدا شوف اللي انت عاوزه. وهنا ايه 3 دي اهوت الحاجه اللي انت ايه هتشتغل عليها، عاوز تعمل ايه. القماش ايه، تحدد القماش، تحدد الخامة، وتحدد كل حاجة انت عاوز تشتغل عليها. هنا هو الأسئلة المتداولة، لو دخلنا على الموقع الأول الأسئلة المتداولة، تقنية المسابقة عن التكوينات بتاعت هنا، استكشف كمان في حياتي يعني موجودة ان انت ممكن تتعلم من خلالها وتشوف الناس اللي عاملة. اهو هنا جيب استكشف اهوت، بص كده هنا بدأ يجيب لي اهوت شكل معين اهوت، ويقول لك بعدين هينفذ كذا وهيظهر كذا، اللي هو الخطوات بتاعت الايه الآلية الاهتماس او الشكل اللي انت عاوز تعمله، وازاي تتعلم يعني لو احنا عاوزين ايه ان احنا نتعلم. تعليم اهوت كمان، اهو حسابات للطلاب، تصميم ازاي، هنا برامج التعليم، الخياطة، الجامعات، المدارس الثانوية، وهنا ادي ايه تصاميم مخصصة، تصميم تبدأ تشوف اللي انت عاوزه. اهي دي التراخيص الموجودة. طبعا كان ممكن ان احنا نعمل اللي هو 3D، ادي هنا اللي هي الحاجات اللي هي المكونات اللي انت عاوز بيع الازياء حسب عمال طباعة. هنا كل حاجة انت هتحتاجها في الموقع بتاعنا هتقدر ان انت تعمل تصميم الان، اي حاجة انت هتحتاجها، اي حاجة هتحتاجها في التصميم، في عرض المبيعات، في كل حاجة، كل حاجة هو الموقع ده هيوفر لك كل اللي انت عاوزه. بالاضافه ان انت لو في حاجه صعبه ممكن ان انت تدخل في استكشف تبدا تتعلمها تشوفها عادي. الموقع بتاعنا اهوت ما فيهوش اي مشكله خالص، هتلاقي الدنيا ايه سهله معاك، يعني ايه للناس اللي هي عاوزه تشتغل. هنا فيديو اهوت كل حاجه، طالما انا لسه في البدايه هيعرض لك فيديو ان انت لو عاوز تتفرج عليه ويبدا يعمل لك الحاجه اهوت. وهنا تبدا اهوت الجزئيات اهيت، تبدا تشوف بقى ايه التصميم وكلام من ده، والحاجات اهيت الادوات بتاعتك، وهنا الرسم الحاجات اهيت اللي انت عاوزها. اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.